حقيقة الأمر أعتقد أن الشعر له حضوره الخاص في كيان أي إنسان وفي كيان الشاعر. الشعر موجود وحي، ولكن لماذا يبتعد الإعلام عن الحركة الشعرية إلى هذا الحد؟ وأنا كنت في الإذاعة وكنت أقدم برامج شعرية ألوان من الشعر لمدة 25 عاما. في هذه الفترة كان هناك نوع من الحيوية والارتباط بالحركة الشعرية عند كل الأجيال. يعني أنا كنت أقدم الشعر للكبار والشباب والناضجين، وأقدم شعر من الشعر التراث وشعر مترجم من الأدب العالمي. وما زال هذا البرنامج موجودا في إذاعة البرنامج الثقافي، ولكن التعامل مع الشعر في هذه المرحلة فاتر إلى حد كبير. ولكن حين نذهب إلى يعني الأمسيات الشعرية في خصوصا في الجامعات، وهذا هنا يعني هذه المناسبة لأقول للجامعات عليكم أن تنفتحوا على الحركة الشعرية. لماذا؟ لأن الشباب الذي يدرس في الجامعات يحتاج فعلا لتنشيط مواهبه الإبداعية. و بتشوفوا الشباب طواق للاستماع؟ الشباب هم الرصيد الحقيقي للشعر. يعني أنا أعتقد أنه لو انفتح الجامعة على الحركة الشعرية، وانفتح المجلس الأعلى للثقافة ولجنة الشعر أيضا على الجامعات، وأنا ذهبت إلى منذ فترة يعني إلى بعض المدارس لألقي الشعر وأتعامل مع التلاميذ، فأجد أن هذه القرائح الشعرية حية ونضيرة وتفتح آفاقا واسعة أمام الشباب للكتابة وللقراءة. فأنا من هنا يعني أوجه الدعوة للإعلام وللمؤسسات الثقافية وللجامعات وللمدارس أيضا أن يكون هناك حضور للحركة الشعرية، أولا بدعوة الشعراء الكبار إلى القراءة الشعرية والالتقاء بالشباب سواء في المدارس أو في الجامعات أو في المناطق المختلفة. لدرجة أن أنا متصور حاليا أن الحركة الشعرية من ناحية الإبداع والكتابة انتقلت إلى الأقاليم. انتقلت إلى الأقاليم، فالشعر ما زال حيا ولكنه انتقل نتيجة توقف أولا الأجهزة دور النشر توقفت عن النشر، أزمات بتمر بيها وأزمات مالية. ثانيا أجهزة الإعلام ابتعدت عن الحركة الشعرية. طب احنا هو يا دكتور طبعا أنتم يعني تقدموا خدمة طيبة جدا للحركة الشعرية وللشعر، ولكن أنا أتحدث عن المجموعة يعني لا يعني حيوية الحركة الشعرية والتدفق للتعامل مع هذه الحركة، التدفق محدود إلى حد كبير.